صباح الخير. أولا أحب أرحب بسادة الحضور، وأنا شاكر جدا لتواجدكم معانا النهاردة. أنا الحقيقة أحب أبتدي النهاردة إن أنا أتكلم على المحاور الرئيسية لقطاع البترول والثروة المعدنية، واللي هي تتلخص في 6 محاور. والحقيقة المحور الأولاني هو له علاقة بتوفير طلبات الاحتياجات المنتجات البترولية للمواطن المصري، وده يتم عن طريق اللي هو الاهتمام بعمليات الانتاج وزيادة اللي هو الاستكشاف عشان نعرف ان احنا نلبيها بأقل التكاليف. المحور التاني اللي احنا مهتمين بيه الحقيقة هو ازاي ان احنا نعظم الاستفادة من البنية الأساسية التحتية لقطاع البترول، من الإمكانيات في القطاع البتروكيماويات وقطاع التكرير. ازاي ان احنا نقدر نعظم الاستفادة من البنية التحتية دي ونقدر نستغلها لأقصى طاقتها لخلق قيمة مضافة وخلق قيمة تصديرية لمصر. المحور الثالث له علاقة بقطاع التعدين. يعني قطاع التعدين قطاع واعد جدا في مصر، ثرواتنا التعدينية واعدة جدا وممكن أن تلعب دور أكبر في الناتج اللي هو المحلي، وعشان كده احنا عاوزين نعمل الحقيقة انطلاقة في قطاع التعدين، وهتكلم عنها برضو ايه الإجراءات اللي احنا بنعملها في هذا المنطلق. وعشان نعمل كل ده مهم جدا ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد لخلق اللي هو مزيج الطاقة اللي هو المثالي لمصر. يعني مزيج الطاقة شيء أساسي جدا عشان نعرف ان احنا نوفر الطاقة المناسبة في المكان المناسب، عشان نعرف ان احنا نخلق قيمة مضافة ونعظم من ثروات مصر. كل ده ما يقدرش يتم من غير ما نخلق بيئة استثمارية تكون جاذبة للمستثمرين، ودي برضه بالاهتمام بجزء اللي هو السلامة المهنية والاهتمام بخفض الانبعاثات والاهتمام بالبيئة. ده بقى أصبح شيء أساسي جدا عشان نعرف إن احنا نجذب استثمارات ونكمل الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية. وطبعا كل ده مهم جدا إن احنا برضه بنشتغل على اللي هو التعاون اللي هو الإقليمي، عشان احنا نقدر إن احنا نعظم موقع مصر كموقع إقليمي لتداول الطاقة ويكون موقع جاذب للاستثمار. وبرضه هوضح ازاي احنا برضه بنشتغل في هذا المحور. ودي دلوقتي دورة اللي هم 6 محاور رئيسية اللي احنا مركزين عليهم في الوقت اللي هو الحالي. في نفس الوقت انا برضه يهمني جدا ان انا يعني ادي كده نظرة عامة بالوضع اللي احنا بنواجهه كقطاع، لان طبعا في تحديات كما ذكرها دولة الرئيس الحقيقة. والتحديات دي انا احب بس ان احنا نلقي الضوء على ايه الاضطرابات المختلفه بتاعتها. الحقيقه الموضوع كله يبتدي بزياده اللي هي مستحقه لشركائنا في الانتاج والاستكشاف، وشركاء دول سواء من شركات الاجانب او شركاء اللي هو المصريين. فزياده اللي هو المستحقات اللي حصلت خلال ال 30 شهر اللي فاتوا دولت كانوا سبب نقطتين رئيسيتين، جزء اللي هو سعر الطاقة العالمي والجزء الثاني له علاقة بسعر الصرف. وده كان له تأثير على الإنتاج. الإنتاج خلال اللي هو سنتين اللي فاتوا 30 شهر اللي فاتوا قل بنسبة بتتراوح بين 20 ل 25%، وخاصة في إنتاج اللي هو الغاز. وده حصل بتزامن بزيادة الاحتياج وزيادة الاستهلاك في الطاقة مع كل اللي هو النمو اللي بيحصل والحاجات الإيجابية اللي بتحصل في البلد. فكل ده برضو أدى إلى زيادة في الاحتياج على الاستيراد وعلى تلبية احتياجات التنمية في مصر. لو أخدنا كل العوامل دي خلقت حالة من فجوة بين اللي هو سعر المنتج والتكلفة اللي هو الحقيقية له. وعشان كده لما نيجي نبص على ال4 عوامل دولت كان ليهم تأثير متعاقب على بعض. وعشان كده عشان نعرف ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد ان احنا نحل الموضوع ده ونقدر نطلع من دايرة التحدي ده، اشتغلنا على 4 ركائز أساسية. وهم أولهم ان احنا ازاي ان احنا نشتغل مع شركائنا في القطاع بالالتزام على دفع اللي هو الفاتورة الشهرية لشركائنا، وفي نفس الوقت وضع آليات لتقليل المستحقات للشركاء. الجزء الثاني اللي هو الجزء الرئيسي ازاي ان احنا نرجع عجلة الانتاج
بل ان احنا نزود عجله الانتاج الى اقصى درجه ممكنه في الوضع الحالي. وده الحقيقه كان من خلال ان احنا نعمل حقبه تحفيزيه لزياده الانتاج عشان يكون التركيز الرئيسي كلنا كقطاع وكلنا كشركاء ازاي ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي فنقلل اللي هو الفاتوره الاستيراديه ونقدر ان احنا نلبي اللي هي طلبات للمواطن المصري. وفي نفس الوقت كان ضروري جدا ان احنا نشتغل على محور اللي هو التعاون على مزيج الطاقة، ودي الحقيقة برضو شيء مهم جدا ان احنا نشتغل على مزيج الطاقة، وده الحقيقة بالتعاون مع يعني الحقيقة زميلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في ازاي ان احنا نقدر نخلق زيادة في طاقة الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نقدر نقلل اللي هو استهلاك اللي هو الطاقة الأحفورية في اللي هو منظومة الإنتاج. وكل ده عشان إن احنا نشتغل مع بعض كفريق واحد إن احنا نقلل تكلفة الإنتاج البرميل أو الإنتاج بالنسبة للمتر مكعب من الغاز. وعشان نحقق الأربع ركائز دولت الحقيقة كان من الواضح جدا إن احنا لازم نشتغل بطريقة تكاملية، وده شيء مهم جدا احب ان انا برضو اوضحه. والطريقه التكامليه دي كان ليها اساس ان احنا نشتغل مع قطاعات المؤسسات الدوله، وكما ذكر الحقيقه دوله رئيس الوزراء ان بيتم مراجعات دوريه وبيكون في تعاون بين كل الوزراء المعنيين ازاي ان احنا نقدر نشتغل كفريق عمل واحد عشان نلبي الاحتياجات الماليه عشان نوفر احتياجات المواطن من المواد البتروليه. وفي نفس الوقت على وضع اللي هو الاليات المشتركه اللي نقدر بيها نقدر نقلل من المستحقات الشركاء في الانتاج والاستكشاف. وايضا التعاون اللي هو التكاملي ده في مؤسسات الدوله كان برضو مهم جدا الحقيقه مع الجهات اللي هو التشريعيه والتنظيميه. وعشان كده الحقيقه دي انا احب ان انا يعني اشكر الحقيقه اللي هي تتمثل في لجنه الطاقه ولجنة الصناعة ومجلس اللي هو الشيوخ، وأنا شاكر جدا على التعاون يتم عشان اللي هو دراسة ما يمكن اللي هو نحن نعمل معا عشان نحن نخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال البترول والثروة المعدنية. الشق الثاني له علاقة بالشركة، والشركة أنا برضو أحب أن أنا أخد الفرصة أن أنا أطمن السادة اللي بيشوفونا النهاردة أن مصر فيها 57 شريك في اللي هو قطاع الإنتاج والاستكشاف في الغاز في مصر والبترول والغاز. ومصر تمتلك الحقيقة أو فيها تعاون بأكبر الشركات العالمية متواجدة معنا هنا في مصر، وعندنا شركات مصرية متخصصة في قطاع البترول والغاز برضو متواجدة هنا مع مصر، وعندنا بالبحث معاهم على ايه هي الآليات اللي احنا ممكن نعملها لإجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج. الحقيقة تم اجتماع عملناه في 26 أغسطس 2024 عشان نطلق حقبة حوافز لزيادة اللي هو الإنتاج عشان نزود الإنتاج من اللي هو الإنتاج المحلي عشان نقلل الاحتياجات بالنسبة للفاتورة الاستيرادية لمصر. أما الشق الثالث وده شيء مهم جدا الحقيقة، وده مع توجه الدولة لزيادة اللي هو القطاع الخاص في القطاع، الحقيقة يعني احنا حبينا ان احنا نشرق القطاع الخاص وان احنا ندعو اللي هو رجال الأعمال وشركات اللي هي الوطنية لدخول اللي هو قطاع البترول وعرض فرص استثمارية في قطاع البترول والغاز. وبدأنا بالفرص الاستثمارية اللي هي تتعلق بزيادة الإنتاج، وثم هيكون برضو فرص استثمارية ليها علاقة بجزء اللي هو التكرير والبتروكيماويات. والحقيقه كما الحقيقه شاهدنا النهارده انا بصراحه يعني بشكر الحقيقه كل يعني رجال الاعمال الشرفاء الوطنيين فعلا اللي هم انضموا لهذه المبادره يعني النهارده معانا. واحب يعني اشكر يعني شركات عز وعلام وممدوح عباس والسويدي لتواجدهم معانا النهارده ومنصور، لان دي الحقيقه علامه ايجابيه على اللي هو التعاون المشترك. وبرضو عشان احقاقنا الحق
في برضو عندنا الحقيقة رجال وطنيين في من القطاع الخاص برضو إن شاء الله هيخبروا على هذه المبادرة إن شاء الله في الأسبوع اللي هي القادمة بإذن الله. فأنا بحييهم وبشكرهم على ده، وإن إحنا كلنا ممكن نشتغل كفريق عمل واحد وتكاملي. ودلوقتي كنت عاوز إن أنا أنقل شوية أوريكم يمكن بعض من اللي هو مؤشرات الأولانية نتيجة كل المجهود اللي بيتم التكاملي مع جميع الجهات سواء جوه الدولة والشركة والشركاء والقطاع الخاص، وبحيث إن أنا أتكلم شوية على محددات ملامح أولية في جزء اللي هو الإنتاج. وعشان كده دايما أنا بنوه للإنتاج كعامل أساسي إحنا كلنا حاطينه كأولوية لنا، وبعد كده هنتقل في مجال شوية على ملامح ليها علاقة بالاستكشاف وبعد كده بالاتفاقيات. إنما الحقيقة لما بنبص على المؤشرات الأولية في الإنتاج في الفترة اللي هو الأخيرة دي، فالواحد بيشوف إن في زيادة في اللي هو الأعمال اللي هو لزيادة الإنتاج في مصر، وده من مزيج من الشركات العالمية والشركات المصرية. وأنا بحب الحقيقة كمان أشكر الحقيقة تواجد اللي هم مثلين الشركات العالمية معانا هنا في النهاردة، يعني زي يعني بي بي وإني وإكسون موبيل وشيفرون وشال، الحقيقة كمسلمين من جميع اللي هو الشركات اللي هي العالمية، والشركات المصرية زي الحقيقة اي بي ار وادس اللي برضو حققوا النجاحات برضو في الفترة اللي هي الأخيرة دي، واللي بيؤشر على زيادة الإنتاج. ده؟ وفي نفس الوقت انا يعني بالنسبة للي هو الإنتاج، انا الحقيقة برضو يمكن احب اخص يمكن الأول على موضوع إني، لأن أنا طبعاً عارف إن كل بيت مصري موضوع حقل زهر يعني موجود في كل بيت في مصر. فأنا الحقيقة بشكر اللي هو التعاون مع شركة إني الحقيقة في التعاون في عودة اللي هو إن شاء الله لزهر آخر اللي هو في ديسمبر لبداية اللي هو حفر اللي هو بئرين إضافيين اللي هو السنة اللي جاية، عشان نرجع تاني للخطة اللي هي كانت موجودة لما الحقيقة الحفار مشي. ومش بس كده، هو كمان في برضو الحقيقة إني زودت برضو رجعت الأعمال بعض اللي هو الحفارات البرية، ودي برضو ليها تأثير إيجابي على زيادة اللي هو الإنتاج في الوقت اللي هو الحقيقي. وفي نفس الوقت أحب برضو أشكر الحقيقة شركة بي بي، لأن شركة دي بي برضو مع برضو العلم بالأهمية اللي هو زيادة الإنتاج وشراكتها برضو في مصر للعديد من السنين، برضو بيتم اللي هو الإسراع بكل المجهود على إدخال المرحلة الثانية من حقل ريفن في الإنتاج، وده هيكون له تأثير إيجابي في زيادة اللي هو الإنتاج اللي هو الغاز بداية من السنة اللي جاية، وده هيكون برضو شيء طبعا مهم جدا بالنسبة لنا لتقليل برضو الفاتورة الاستيرادية. وكمان الحقيقة أحب برضو أن أنا أنوه برضو على شركة أباتشي. أباتشي الحقيقة من أكبر الشركات اللي هي بتعمل في مصر في مجال الإنتاج أو الاستكشاف بالنسبة للزيت في الصحراء المتمركزة في الصحراء الغربية، إنما برضو متماشيا الحقيقة بالحوافز لزيادة الإنتاج والمرونة في الاقتصاديات لزيادة الأعمال الإنتاجية. دلوقتي كمان هتبتدي في مش بس ان هي تاخد مناطق إضافية حول المناطق بتاعتها في الصحراء الغربية، بس كمان ان هي تبتدي تخش في اللي هو الاستكشاف والإنتاج في مجال اللي هو الغاز في مصر، ودي برضو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، لأن برضو كل اللي هو إنتاج اللي هو الغاز من المناطق البرية بيكون السرعة تدخلها على شبكة برضو بيكون بطريقة أسرع من المناطق اللي هي في البحر. وطبعا شال برضو ليها الحقيقة دخلت برضو أبار جديدة في الإنتاج، وشركات اي بي ار وادس الحقيقة برضو مثال لإزاي إن برضو إنتاج الزيت من مناطق زي خليج السويس والبحر الأحمر ليها إمكانية على العطاء، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة بيتم زيادة الإنتاج. وأنا هنا الحقيقة قبل ما أروح لمنطقة اللي هو الاستكشاف أحب أقول إن كل برميل زيت مهم لمصر إنتاج محلي، وكل متر مكعب برضو من الغاز اللي هو محلي
برضو مهم جدا، وبيساهم في تقليل اللي هو الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تقليل اللي هو المنتج النهائي للمواطن المصري. فعشان كده انا بثني كل الجهود اللي بتتم في ده، وبرضو على كل برضو المساهمه من الشركات الوطنيه اللي احنا مضينا معاهم النهارده الصبح عشان زياده اللي هو الانتاج والمساهمه في هذا المجال. دلوقتي لو انا انتقلت لمجال اللي هو الاستكشاف. الاستكشاف مهم جدا بالنسبه لنا، لان الاستكشاف هو ده اللي بيعطينا الفرصه ان احنا نكتشف خزانات يكون فيها احتياطيات اضافيه للدخولها في الانتاج في الاعوام اللي هي القادمه. وده شيء مهم جدا ان احنا بنشتغل على التوازي، مش بس في الانتاج بس، على كمان على تشجيع الاستكشاف. وبرضه انا احب اطمنكم ان هو من بدايه اللي هو السنه دي تم حفر 77 بير استكشافي، ومنهم الحقيقه 54 كانوا حققوا اكشلي كشف محقق، ومنهم 40 في الزيت، ومنهم 14 في الغاز. والفترة اللي هي القادمة هتشهد برضو زيادة في أعمال اللي هو الاستكشاف برضو في جميع برضو مناطق مصر. وأنا الحقيقة أحب برضو أن أنا أشكر الحقيقة وأشكر شيفرون اللي هتبتدي برضو استكشاف في البحر المتوسط، في غرب البحر المتوسط. وأنا اتفقت الحقيقة مع إدارة شيفرون إن شاء الله أكون متواجد على البريمة بإذن الله يوم 9 نوفمبر. وبرضو الحقيقه احب برضو اشكر الاكسون موبيل، ان اكسون موبيل كمان هتبتدي برضو بحفر بير استكشافي برضو في ديسمبر في غرب المتوسط. وكل ده بيبقى شيء ايجابي جدا، اللي بيخلينا ان احنا كمصر نعرف ان احنا نزود احتياطيات بالنسبه للغاز او الزيت على حسب اللي هو الاكتشافات هتكون ايه. بس هي كمان بتدي اشاره ايجابيه لضخ استثمارات اضافيه من شركائنا لزيادة أعمال الاستكشاف في المنطقة. وكمان الحقيقة أحب أنوه على أهمية برضو اللي هو مسح السيزمي اللي في غرب المتوسط، اللي هو بدأ في 28 من سبتمبر اللي فات ده على طول. والكشوفات اللي هي مسح السيزمي ده بيبقى له أهمية كبيرة جدا باستخدام أحدث اللي هي التكنولوجيا عشان اكتشاف طبقات اللي هي ممكن ما تكونش مكتشفة من قبل، وتدي فرصة للشركاء إن هم يقدروا يحددوا الأماكن الأكثر قابلية يكون فيها نجاح ويكون فيها حقول إضافية لتخش فيها الإنتاج في المراحل المتقدمة. ودلوقتي الحقيقة لو أنا حاولت شوية على نطاق اللي هو له علاقة بالاتفاقيات، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا، لأن إحنا بس مش بنتكلم في جزء اللي هو له علاقة باللي هو الإنتاج اللي هو دلوقتي وزيادة الإنتاجية للحقول الحالية، مش بس بنتكلم في أعمال الاستكشاف برضو اللي هي بتتم دلوقتي وخلال الأشهر القادمة، بس بنتكلم على إيه الاتفاقيات اللي هي بيتم دلوقتي التعاون عليها عشان ضخ استثمارات مستقبلية لعملية استكشاف ثم عملية إنتاج. وعشان كده الحقيقة كنا حريصين إن في أغسطس الحقيقة طرحنا 64 فرصة استثمارية جديدة، 61 فرصة استثمارية جداد للشركة. من الفرص الاستثمارية دي منها في البحر المتوسط 12 فرصة، ومنها 15 من الأبار اللي هي متقدمة اللي هي ممكن تخش على الإنتاج بصورة سريعة. والفكرة هنا إزاي نحن نساعد اللي هو شركائنا هنا في عملية الإنتاج والاستكشاف على النظرة على المحفظة الاستثمارية ليهم في المنطقة، بحيث ازاي نقدر نساعدهم ان هو برضو يقللوا التكلفه للبرميل او التكلفه لقدم المكعب من الغاز. وفي نفس الوقت الحقيقه يعني في من المناطق اللي طرحت في البحر المتوسط وكده، في اوريدي عندنا ست مناطق عليها يعني جاذبيه من مستثمرين مختلفين، وان شاء الله يزيد اللي هو العقد اللي هو اتفاقات في المرحلة القادمة. أنا كده اتكلمت شوية على الإنتاج، ملامح من اللي هو إنتاج، ملامح على الاستكشاف، اتكلمت على ملامح على مؤشرات للاتفاقيات. وبرضو دلوقتي أحب أن أنا أديكم يمكن نبذة على العالم الخارجي برضو بيقول إيه. يعني أنا برضو العالم الخارجي برضو طبعا عارف بالتحديات اللي احنا بنمر بيها،
وحبينا برضو ان احنا نشوف الايه اللي بيتقال في من التقارير الخارجيه، والتقارير الخارجيه بدات ان هي تدي اشارات ايجابيه على الاحداث اللي بتحصل في القطاع. ودي مش معناتها ان احنا خلاص حلينا التحديات ونقعد نستريح، لا، هو دي بس مؤشرات ان احنا ماشيين في الطريق اللي هو السليم، واللي هو لدعم مزيد من الجهد للعمل المشترك على خلق اللي هو بيئة جاذبة للاستثمار لزيادة أعمال اللي هو الإنتاج والاستكشاف في مصر. وفي نفس الوقت أنا برضو أحب أنوه على التقارير اللي هي ليها علاقة برضو بالتعاون في المنطقة، لأن ده برضو بيدي إشارة إيجابية على التعاون مع دول المنطقة. وهنا يمكن هنوه يمكن على التقارير اللي هي بتشير إلى التعاون مع أبروس، لأن كتير من الشركاء الإنتاج والاستكشاف في مصر عندهم مناطق استكشاف وإنتاج في أبروس، وبالتالي كل ما يكون في التعاون بين البلدين متلائم ويكون في استغلال للتسهيلات مصر من البنية التحتية لإدخال اللي هو الغاز اللي هو من المناطق اللي هي مثلا في أبروس، وده يتيح الفرصة للغاز ده ان اما يتصدر استخداما للتسهيلات، او ان الغاز ده يستخدم في السوق اللي هو المحلي، او ان الغاز ده يقدر يخش يضخ في المصانع البتروكيماويات لزيادة قيمة مضافة، وكل ده باللي هو الاتفاق بين الاطراف اللي هي المعنية. وفي نفس الوقت انا دلوقتي اتكلمت على المؤشرات، اتكلمت شوية على ايه التقارير الخارجيه بدات بتقول ايه، وبرضه احب يمكن ادي صوره عامه على 2025 بصفه عامه. يعني بصفه عامه احنا شايفين ان 2025 هيكون في يعني تسارع في وتيره اللي هو الانتاج، وده شيء مهم جدا ان احنا نكمل اللي هو مع شركائنا ان احنا نزود اللي هو الانتاج، لان كل ما نزود الانتاج اللي هو المحلي ده بيساعدنا ان احنا نقلل اللي هو الفاتوره الاستيراديه، ده كله بيساعدنا ان احنا نقلل تكلفه المنتج وان احنا نقلل الفجوه بين سعر المنتج وسعر اللي هو التكلفه. الجزء الثاني اللي هو احنا شايفينه هيحصل في 2025 اللي هو زياده اللي هو اعمال الاستكشاف، يعني تكمله على البدايات اللي هي حصلت في 2024، وده برضو هيدي اضافه للاحتياطيات لمصر، وهيدي برضو مؤشرات لزيادة الاستثمار بالنسبة لشركائنا للمحافظ اللي هي استثمارية ليهم في المنطقة، وان احنا نقدر نحقق اللي هو احتياطيات اضافية لمصر. الجزء اللي هو الثالث الحقيقة اللي انا اتكلمت عليه في الاول له علاقة باستغلال البنية التحتية لمصانع البتروكيماويات ومصانع التكرير، مش بس بناء على انتاجنا احنا المحلي كمواد خام، بس باستخدام برضو اليات مبتكرة ان احنا نقدر نشغل المصانع دي بكامل طاقتها، وان احنا نقدر نعمل قيمه مضافه، وان احنا نقدر نجذب عمله صعبه لمصر، ونقلل اللي هو الفاتوره اللي هو استيراديه بصفه عامه. دي حاجات متعلقه بالانتاج والاستكشاف. انا دلوقتي برضو احب ان انا برضو اوضح ان احنا يعني كوزاره ما نسيناش اهميه ان احنا نشتغل على توصيل الغاز للمنازل، او ان احنا نشتغل على اليات ان احنا نعمل تحويل اللي هو سيارات للغاز. دي اليات مهمه جدا، واحنا يعني مش بس ان احنا هنكمل، احنا الحقيقه هنبذل مجهود احنا نزود في ادخال اللي هو الغاز اللي هو منازل، لان كل ما نعمل ده بيقلل الحقيقه اللي هو فاتوره بالنسبه للي هو البوتاجاز، وده برضو بيقلل الحقيقه اللي هو الاحتياج برضو للفاتوره الاستيراديه للدوله. والجزء الثاني نفس الكلام بالنسبه للي هو كل ما نعرف ان احنا نحول اللي هو عربيات اكتر للغاز، كل ما ده برضو بيقلل الحمل على المنتجات البتروليه وعلى الاستيراد. ودي اليه برضو اليات احنا برضو بنشتغل عليها برضو بطريقه تكامليه مع الهيئه وزاره الماليه مع البنك المركزي، بحيث نعرف ازاي ان احنا نقدر نساعد في تسريع العمليه دي، لان دي كلها بيبقى ليها عمليه رد ايجابي للحقيقه للجميع. واخيرا وليس اخيرا هو برضو 2025 وقطاع التعدين. انا قلت الحقيقه في الاول ان قطاع التعدين قطاع واعد جدا ومهم جدا. عشان نعرف نجذب استثمارات في قطاع التعدين الحقيقه
كان في عدة عوامل محتاجين إن احنا نشتغل عليهم لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، منهم إن احنا يكون عندنا برضو الآلية لجذب الاستثمارات مع المستثمرين في مختلف مناطق في العالم. وعشان كده احنا اشتغلنا زي ما عملنا في قطاع البترول والبترول والغاز، موضوع بوابة مصر للاستكشاف عشان طرح الفرص الاستثمارية بطريقة رقمية وطريقة عالية اللي هو الكفاءة لجذب اللي هو الاستثمارات. فاحنا شغالين على ده لبوابة للتعدين، لجذب الاستثمارات في قطاع اللي هو التعدين. وحبينا ان احنا ان شاء الله البوابة دي هنطلقها الحقيقة في الاول اللي هو 25، الى جانب حقبة تحفيزية للاستثمار في القطاع اللي هو التعدين. وده هنبتدي بنشتغل عليه وهنبتدي نروج اليه في مؤتمر تعدين الحقيقة في انجلترا في ديسمبر، عشان نعمل انطلاقة في قطاع التعدين. وده يوديني الحقيقة يعني ركيزة اساسية احنا شغالين عليها كقطاع، اللي هو ازاي ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية. وعشان كده الحقيقة احنا اهتمينا بكذا حاجة اشتغلنا عليه الحقيقة برضو الفترة اللي فاتت، وهيتم الـ يعني انطلاقها في خلال الشهر اللي جاي، وهي ورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز. الورقة دي هتكون مهمة جدا، لأن هي هتوضح اللي هو السياسات الجديدة اللي احنا متابعينها في قطاع البترول لجذب اللي هو الاستثمارات، واللي هي بعض ممكن ان هي بعض اللي هو سواء بقى مؤسسات، سواء اللي هو التعامل مع الشركاء، سواء اللي هو التعامل مع الواحد بيشوف الدول الاخرى بتعمل ايه، ايه هي السياسات اللي هي جزء منها متبع حاليا والجزء الثاني هيتم اطلاقه، وان احنا نقدر نوري السياسات اللي هي العامه لجذب بيئه استثمار في البترول والغاز في مصر. واحب الحقيقه برضو استغل الفرصه ان انا اشكر شركائنا اللي هو بيشتغلوا في قطاع اللي هو البترول والغاز سواء في مصر، وشركائنا اللي هو العالمين، لبرضو التشاور وبعض اللي هو الافكار لايه الحاجات اللي ممكن تخلق بيئه جاذبه للاستثمار، الى جانب كل الدراسات وكل الحاجات اللي هي بتتم من جهات مختلفه. واما في وده هيتم اطلاقه في مؤتمر اديتك ان شاء الله في نوفمبر، وهيكون طبعا في جلسات تفصيليه مع جميع شركائنا في مصر وخارج مصر اللي جذب اللي هو مزيد الاستثمارات. القطاع التعدين، في استراتيجيه لقطاع التعدين. احنا الحقيقه بنشتغل دلوقتي على ازاي ان احنا نخلق اللي هو اليات تنفيذ وتعجيل التحقيق على ارض الواقع الطفرة في قطاع التعدين في مصر. ويمكن أنا يمكن هدي مثالين صغيرين في الموضوع ده. المثال الأولاني إن جزء الاتفاقيات اللي بتتم في قطاع التعدين في مصر ليها علاقة بموروث من الاتفاقيات في قطاع البترول والغاز. وقطاع التعدين في العالم بيتبع نظام اتفاقيات أخرى، وعشان كده احنا الحقيقة حبينا ان احنا ندرس ايه اللي بيتم في المناطق المختلفة اللي هي جاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين، بحيث ان يكون في المزيج ده موجود في مصر، ونقدر ان احنا نقدر نجذب استثمارات عالمية ومحلية في قطاع التعدين بطريقة يكون فيها فايدة للمستثمر، فايدة للدولة المصرية، وفايدة مش بس في استخراج الخام التعدين بس كمان خلق قيمة مضافة وصناعة تعدينية في مصر. وده برضو حاجة إن شاء الله هنتكلم فيها وهنطلقها بإذن الله في شهر ديسمبر في لندن. وعلى بإطار عام احنا شغالين مع بقية الحقيقة القطاع الدولة في عمليات اللي هو بيئة تشريعية وخلق فرص الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وللعمل المشترك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وأنا يمكن في الحتة دي برضو أحب تاني أشكر كل الشركاء اللي هم في الفترة اللي فاتت دي ادونا أفكار، ادونا اشتغلنا على إيه المعطيات اللي ممكن تخلي المستثمر يكون في عائد للاستثمار. ودايما زي ما أنا بقول الحقيقة جميع الشركاء اللي هو نجاحهم هو نجاحنا، وهو نجاح للدولة المصرية وبالتعامل بالشغل اللي هو التكاملي. وانا طبعا ما اقدرش ان انا قبل ما انهي الحقيقه العرض
ان انا ما اتكلمش على حاجتين مهمين جدا. عشان نعرف ان احنا نكمل ونزود استثماراتنا في قطاع البترول والثروه المعدنيه، الاهتمام بالسلامه والصحه المهنيه شيء اساسي جدا لكل شركائنا في القطاع ولينا كدوله ولكل زملائنا اللي شغالين في القطاع وكل من بيتاثر من القطاع. وكذلك الاهتمام باللي هو الشغل على الحفاظ على البيئه وعلى الاستدامه في جميع اللي هو استثماراتنا في جميع انظمه العمل بتاعتنا، لان ده حاجه محتاجين نعملها للاجيال القادمه، بس دي برضو حاجه اساسيه لجذب برضو اللي هو الاستثمار. فالاهتمام بالبيئه دي برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وعشان كده كل المجهود برضو اللي بيتم مع جميع الشركاء في تقليل الانبعاثات الكربونيه في اعمال اللي هو الانتاج وخلق يعني منتجات واستخراج البترول والغاز قليله الانبعاثات. الجزء الثاني، كل اللي انا اتكلمت فيه ده مش ممكن يتم من غير الطاقه البشريه، وانا برضو بتكلم كتير قوي على موضوع الطاقه البشريه، وبرضو احب يعني اطمن يمكن كل اللي بيشوفونا ان مصر عندها امكانيات واعده جدا في قطاع البترول والثروه المعدنيه من الكوادر ومن العاملين في جميع مناطق القطاع، سواء في البترول او الغاز او القطاع اللي هو التعدين. وده الحقيقه بالتعاون مع جميع اللي هو الشركاء وجميع الاهتمام اجيال واجيال واجيال من قاده في قطاع البترول وشركات وشركاء عمل في هذا القطاع. فانا عشان كده الحقيقه احب ان انا برضو يعني ادي برضو الشكر الحقيقه لجميع العاملين اللي هم في القطاع، اللي هم يعني بيشتغلوا 24 ساعه في اليوم بطريقه يعني متواصله وبكل يعني اهتمام وحرفيه لتوفير المنتجات البتروليه للمواطن المصري، وان احنا ازاي نقدر نشتغل مع بعض على جذب المزيد من الاستثمارات. فبوجه لهم برضو الشكر، وبوجه لكم الحقيقه التحيه، وبشكركم على الاستماع.